يسعد صباحكم. كتير بنسمع الحلبة كتير منيحة لزيادة الوزن، والحلبة تساعد في زيادة الوزن. بقدر أقول لكم هذه معلومة غلط. الحلبة الحصى تساعد في إنقاص الوزن، الحلبة الحصى بتزيل الدهون اللي على الكبد، أما الحلبة اللي بتساعد في زيادة الوزن هي الحلبة المطحونة، لأنه مضاف عليها سكر ومضاف عليها إضافات أخرى. إنما تذكروا أنه الحلبة الحصى مفيدة جدا لإنقاص الوزن وتنظيم الهرمونات عند النساء.